بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في قناتكم فن ومعرفة. للبيض فوائد صحية عديدة، فهو يعتبر وجبة متكاملة الفوائد، حيث أن تناول البيض بيساعد على تحسين وظائف المخ، لأنه بيحتوي على مادة الكولين التي بدورها تساعد على تخفيف التهابات الدماغ. بيحتوي البيض على العديد من الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين A وفيتامين B، كما يحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والزنك وأوميجا 3. يحتوي البيض على سعرات حرارية قليلة، حيث البيضة المتوسطة الحجم بتحتوي على 77 سعرا حراريا. والبيض مفيد للمرأة الحامل، حيث يساعد على الحفاظ على صحة الجنين لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام والمفاصل والأظافر والشعر، كما أنه غني بالبروتين ويساعد على تنظيم الكوليسترول في الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويعتقد كثير من الناس أن البيض ذو اللون الأحمر أفضل من استخدام البيض الأبيض، وهذا الاعتقاد تولد غالبا من الفرق في السعر بين شراء البيض الأحمر عن البيض الأبيض، حيث أن سعر طبق البيض الأحمر أغلى، فتولد من هذا أنه الأفضل من ناحية الاستخدام دون التفكير لماذا أو لوجود أسباب علمية لذلك. والكل يسأل ما سبب زيادة سعر البيض الأحمر عن البيض الأبيض، والجواب هو أن الدجاجة ذو اللون الأحمر بتعتبر أكبر في الحجم من الدجاجة ذو اللون الأبيض، وبالتالي بتستهلك كمية أكبر من الطعام عن الدجاج الأبيض، لهذا يكون سعر البيض الأحمر أغلى من الأبيض. وأكدت إحدى الدراسات إن البيض سواء أبيض أو أحمر فإن كلاهما يمنحان الإنسان الفوائد بمقدار متعادل، وهي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن تناول البيض بيعالج مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة في الدم وتحسين نشاط الكبد والحفاظ على سلامة المثانة والكلى والمساعدة في تنشيط الذاكرة، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. وفي دراسة صينية أجريت عام 2015 نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية، أكد المشاركين فيها إن البيض بيساهم في خفض نسبة الإصابة بانسداد شرايين القلب أيا كان لونه وحجمه. وهناك اعتقاد خاطئ عند البعض، وهو إن البيض الأحمر بيمتلك قيمة غذائية أعلى من الأبيض، إلى إن الحقيقة هي إن جميع أنواع البيض متساوية في القيمة الغذائية وبيحتويان على نسبة متساوية من السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، إلى أنه في بعض الحالات هناك اختلاف في نسبة التغذية، وذلك بسبب السماح للدجاج بالسير في أشعة الشمس. وفي حالة تعرض الدجاج إلى أشعة الشمس بصفة يومية، فإن البيضة ستحتوي من 3 إلى 4 أضعاف كمية الفيتامينات مقارنة بالبيضة التي يتم الحصول عليها من دجاجة لا ترى الشمس.